not established. فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أتوب ولكني لبست زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مستمي المسيب إلهي أنت تعلم كيف حاله فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها تطيب وطل حبلي بحبل رضاك وانظر الي وتب علي عسى اتوب وراعي حمايتي وتولى نصري وشد عراي عرف الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم فيه في رأفتنا نصيب فظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خطيب وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب فضائل سورة ياسين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرؤوها على موتاكم أخرجه أحمد. Hand over.
مستمعين الكرام، تستمعون الآن لتلاوة عطرة للشيخ محمد عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأغفال فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسلناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعذبنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إلا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم إن كانت إلا